السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أدميرال. طبعا رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة تو ريفليشن. مقطع لحد الآن بس نزلت عنها مقطع واحد بس في القناة، وفي ناس كثيرين كانوا متفاعلين. يحب يعني في ناس يعني عارفين اللعبة هذه، لكن في أشياء يعني مو عارفينها في اللعبة. يعني اللعبة هذه صراحة أنا لحد الآن أشوفها، يعني ليفل حقي 151، يعني صراحة لحد الآن في أشياء يعني ما اعرفها، يعني كل يوم اكتشف حاجه جديده في اللعبه. فاول شرحت لكم اشياء بسيطه، اشياء رئيسيه في اللعبه، يعني ما كملت لكم اشياء يعني ثانيه. طبعا اللعبه مثل طبعا تقريبا انه كل فتره بين فتره فتره يجي لها تحديث. تقريبا اخر تحديث جاء قبل اسبوعين تقريبا، يعني حدث اشياء جديده في اللعبه. كان اخر الليفل اللي وصلوا في اللعبه كان 150، شويه حطوه 180، الحين بعدين حطوا اخر ليفل 250 في اللعبه. اخر ليفل حد ناس لسه ما وصلوا 250. طبعا اللعبه صعبه، ما في حق يعني يقدر يهكرها. يعني اللعبه اول شيء كانت شوي قديمه، يعني مو قديم مره، يعني لها سنه، لكن بعد سنه كذا تقريبا ان اللعبه يعني ما عاد، كيف اقول لكم، يعني ما عاد في ناس خشوا، يعني كان قليلين، كان الجرافيك حقه مره تعبان. بعدين حس ان الجرافيك حقها وصاروا ناس يخشون، يعني تقريبا اللعبه ماخذ 9 من 10 في الجرافيك، وماخذ في التصميم، يعني حتى اللعبه ما في اخطاء، مره ما في اخطاء. يعني اللعبه صراحه يعني شبيهه جدا من لعبه فاينل فانتسي، الناس اللي يعرفونها لعبه ار بي جي، اللي طبعا في لها شخصيات كثيره تختارها. انا ما بطول معاكم في المقطع، يعني خلونا نشوف الاشياء الرئيسيه. يعني شرحت ممكن اشياء بسيطه في المقطع الاول، فحين خلونا نشرح منها اشياء ثانيه في اللعبه. اول شيء خلونا نجي هنا، او لا خلوني اروح ارتحل، مو ارتحل، انا تعودت على لعبه لوردز موبايل. خلونا انتقل في الكلان حقي، اروح البيت حقي هناك. طيب ننزل مثلا هنا. طيب اول شيء خلونا نشوف عندكم مثلا زي الخيار هنا، الشوب اللي هو متجر اي شيء مثلا تبغى تشتريه في اللعبه، اشياء كثير معدات. يعني اضافوا الحين ماونت، شيء تركبه اللي هو الجمل اللي انتم شايفينه هنا، الجمل تركبه زي كذا. هذا يعني اخر تحديث اضافوه، انك تقدر تشتري الجمل. هذه هدايا حق التحالف، تاخذ هديه عشوائيه انت حظك، يعني زي صندوق ذهب. حلو صندوق ذهب هذا تقريبا 10,000 تقريبا او 100,000 ما ادري. خلونا الثاني، هذه الشنطة اللي عندك كاملة، الثلاث خطوط هذه اللي بالعرض، هذه طبعا السلام القائمة كاملة بصفة عامة، يعني زي هذا الراس، هذا الكاركتر اللي هو المهارات حقتك كاملة بصفة عامة، الكاركتر اللي هو معداتك تخش عليها وزي كذا. نرجع سكيلز، المهارات حقتك كاملة تطورها، تجمع النقاط حقتها هذه، يعني تجيك من وحوش، تجيك احيانا من صناديق، انت وحظك. هذا الاول، هذا الخيار اللي هنا والواحد على اليسار، هذه الضربات اللي عندك الاساسيه، جميع الضربات اللي عندك الاساسيه. المهاره الثانيه هذه اللي على اليمين، هذه الاشياء يعني مو ضربات، هذه مثلا يعني قوه الصحه، قوه الضربه، الدفاع زي كذا. طبعا انت لما تخش في اللعبه بيكون عندك هذه مقفله، عندك هذه وهذه، هذه بعدين تفك تقريبا اذا وصلت ما ادري كم ليفل، يفكك كتاب مهارات، المهارات هذه الثلاث بعدين تفك لك، بعدين تركبها هنا، بعدين لازم تجمع كتاب ثاني بعدين عشان تفك المهارة هذه. طبعا هذه المهارة يعني كل دقيقة تستخدمها، بس كل دقيقة، هذه العادية تقريبا كل 10 ثواني، أما هذه لا، كل دقيقة ثنتين، هذه على اليمين كل دقيقة تستخدمها. المهارة الثالثة الأحجار، هذه تجمع الأحجار، طبعا إنك عشان تطور عندك الأتاك والديفنس والإتش بي والكاريكتر وأشياء كثيرة، يعني شانت اللي انت تحتاجها. عندك الاكسير هذا دقيقة شوي طلع، الاكسير هذا الاشياء اللي هذا، يعني هذا الاحمر خاص بالصحة، هذا الثاني خاص لا هذا الاحمر خاص بالهجوم، وهذا خاص بالازرق، خاص تقريبا اشوف نكست كريت، هذا ما ادري شو انكريس، لا دقيقة، هذا ماكس اتش بي، الازرق بعد ماكس اتش بي، بين الثالث حق الاتاك اللي هو بنفسجي، الاصفر حق الدفاع، اما الاحمر المعروف هو حق الاتاك، حق الهجوم، اذا حق الاحمر حق الصحه، الازرق اللي هو يسمونها المانا،
يعني عشان الضربات، يعني الضربة مثلا تكلفك 20، هذه يعني خاصة فيها. بلاستيكي حق الهجوم، الدفاع عاد هو الأصفر هذا. الكلاس تخصص اللي عندك، التخصص اللي تبغاه. طبعا ناس كثيرين يقولون شاف أفضل تخصص، صراحة الناس كثيرين يعني أنا أشوفهم يستخدمون السحر، يستخدمون السحر بالبنت هذه، سواء هذا وهذا. في ساحرتين لكن أنا ما أدري فين منها القوية. تقريبا هذه حقت الثلج، تقريبا حقت الثلج هذه إنها قوية. هذه طريقة الساحر صح فقط لا غير. وفي ناس أشوفهم يستخدمون اللي هو، لا مو هذا، يستخدمون هذا. وفي ناس يستخدمون هذا اللي هو الخنجر، اللي هو النينجا طبعا سريع. وفي ناس يستخدمون حد نفس هذا اللي معايا. والسحرة من هذول شفت ناس قليلين يستخدمونه. الأقزام هذول شفت ناس كثيرين يستخدمون التانك اللي هو الدفاع، اللي هو من معروف انه أقوياء بالتانك. أما كهذا بصيفين ما شفت أحد يستخدمه، ولا شفت أحد يعني قليلين يستخدمونه، في ناس بس قليلين. هذا يعني ضربته كويسة في الأرشر. الصحة هذه ما أدري عنها صراحة، ما لي خلفية عنها. طبعا في الدنجن الأشياء اللي تخش عليها هي هنا، هي يعني أغلب المهمات هنا، أغلب مهمات اللعبة هي هنا. يعني تخش دناجن طبعا تخش على، وهذا أول خيار، هذا أول خيار، هذا أول أشياء يسار جمع لك القطع هذه. القطع هذه اللي فوق هنا، القطع هذه اللي تطور فيها معداتك كاملة، تطورها بين فترة فترة. هاي الثانية اللي قلت لكم اللي تطور الحجار، تجمعها عشان تطور الكريكتال والصحة والدفاع والهجوم. هذا دنجن عادي جمع فيه قطع عادية، يعني تخش بستهاجم، تخش طبعا تبقى بارتي أو لحالك. هذا طبعا تجمع فيه الحجار، قلت لكم هذه الأشجار اللي خاصة بالاتش بي وخاصة بالمانا والهجوم والدفاع. هذا طبعا لازم تخش بارتي جمع يعني معدات تجيك من السي لين الاس تقريبا، ايوه الاس. اقوى معداتي هي اليو ار، توم احيانا توم الفتره هذه اضافوها جديده معدات هذه. وفي بعدها القويه شوي، القويه رقم اثنين الاس ار الذهب، بعدين الار، بعدين الاس. عندك هذا تجمع ذهب، تخش تجمع ذهب بين فتره فتره، كل يوم تقريبا لك مره واحده. هذا تخش تجمع اكس بي لك مرتين في اليوم، محاولتين في اليوم. الاخيره هذه تجمع المعدات والاحجار خاصه بالماونت حقك، الماونت هذا اللي زينا راكبه، بس هذا اللي انا راكبه هذا بالضبط. يعني اللعبه صراحه جدا ممتازه. يعني انا اتمنى، يعني انا اتمنى صراحه بكل امانه، يعني اتمنى اني دقيقه خليني اخش ادق المهمه هذه، الكتاب هذا. هذا طبعا مهام يوميه، طبعا تقدر تروح على طول تلقائي بدون ما تروح انت. انا اتمنى صراحة يعني اني في ناس انا اشوفهم منها هنا عرب، لكن مشكلة اني اتكلم من الشات هنا فما ينتبهون. اني ابغى يعني اضيفهم اخش معاهم مع بعض. يعني انا عندي واحد من الشباب معاي في اللعبة، بس واحد بس لحد الان اللي معايا، يعني واحد اعرفه في لعبة لورد سومبال واعرفه من زمان، فهو اللي لحد الان هو اللي معاي في اللعبة، حتى يعني دخوله قريب في اللعبة. فانا اتمنى انه يكون يعني حصل ناس عرب كثيرين، نسوي كلان لنا ونخش ونلعب مع بعض ونجمع مع بعض. لانه في نفس اللعبة هذه حرب كلانات ضد بعض، تنزل وتحارب كلان ضد كلان. يعني اتمنى ان في ناس. بعدين انا ما اطول معاكم في المقطع هذا، هذا كان الجزء الثاني من لعبة تو ريفليشن. وباذن الله اني راح استمر في طبعا في اللعبة هذه. طبعا اللعبة هذه شغال فيها، بس اني جلست من اول رمضان لحد الان صراحه اني كنت مقطوع عنها. يعني كان ليفلي تقريبا 149 من اول رمضان لحد الان، وقفت. والمفروض اني اوصل 170 او 180، لكن وقفت شهر كامل ما لعبت. فباذن الله راح استمر فيها حتى اوصل اخر ليفل واشوف الاشياء الجديده. طبعا الناس اللي يلعبون اللعبه هذه راسلني عن طريق التعليقات، اكتب تعليقك، حط اذا انت في اللعبه حط الاسم حقك عشان اقدر اضيفك في اللعبه. وبعدها عن اي شخص راح يلعب اللعبه هذه اكتب، حط بس اليوزر حقك في نفس اللعبه عشان اخش معاك في نفس الجيم ونلعب سوا. بخصوص الناس اللي عشان لو بتخشوا مهم في اللعبه، دقيقه خلنا ادق، دقيقه خلني اخلص عشان ابغى اوريكم. طبعا اللعبه فيها سيفرات كثيره،
عشان ما تلخبطون ابغى اوريكم انا في اي سيفر عشان تخشون معاي في السيفر حقي. طبعا شوف هذا هو على اليسار، هذا السيفر حقي اللي هو هذا هو على اليسار اللي اسمه كين رول انتو. طبعا في اللغة الانجليش، انا طبعا مو في اللغة الروسية او الفرنسية او الدنماركية، لا تخش على اللغة الانجليش الايو، او لا مو انجليش، ايو يعني اوروبا تقريبا، بعدين يجيك السيفرات هذه كثيرة. انت تحط السيفر رقم 2، في هنا سيفر رقم 1 3 4، تعرف السيفر رقم 2 وخش معاي، وانا اقدر بعد كذا اني اضفتك يعني اضيفك عن طريق اللعبة، اقدر بعدين اني اخش معاك في المهام حقتك واساعدك فيها، اساعدك فيها في المهام يعني على طول تحصل دبل اكس بي، وحتى لما يكون بارتي كامل مع بعض 4 و3 و2 يكون يعطونا دبل اكس بي في اللعبة. اتمنى الشباب تستمتعون في المقطع، اذا عجبتكم اللعبة انت في اللعبه حط تعليقك في نفس اللعبه، وبدل اني راح اضيفك او انت تضيفني في نفس اللعبه. شوف الاسم حقي هنا اللي هو اول واحد اديميرال، ضيفني في نفس اللعبه باذن الله اني راح يعني اتواصل معاك واضيفك وبتفيق ان شاء الله. كان معكم اخوكم اديميرال، وبالتوفيق وفمان الله.